العربية السعودية لم يكن ذلك سرا. هذا ليس سرا، فأنا معي أحمل جواز سفر روسي. هل حققت الهدف تقريب بين اليهود والمسلمين؟ عندما توجهت إلى العربية السعودية رحت ضيفا وصديقا، لم يكن عندي رسالة ولا هدف، لم أكن أريد أن أجيج شيئا، لقد ذهبت لزيارة أصدقائي الذين أعرفهم، لقد دعوني إلى بيتهم فسررت بذلك وذهبت، لكنني قلت لهم بما أنني أول مرة في السعودية أحب أن أزور المسجد النبوي، قلت سأذهب بنفسي لكي لا أورطكم في هذا الأمور، فاشتريت تذاكر من الرياض، فقد كنت في الرياض وذهبت إلى هناك بالطائرة مباشرة. وفي إيران أيضا دخل في الجواز السفر الأمريكي أو الثالث أو الرابع؟ ليس لدي إلا 3 جوازات سفر، دخلت بجواز سفر روسي فأنا مواطن روسي، عندي العديد من الأصدقاء الإيرانيين وذهبت لهناك ضيفا بوثائق روسية. ودخلت في الملابس؟ لا، ملابسي كانت تختلف قليلا، لديهم ملابس تقليدية تختلف فعمامتهم تختلف. في نفس الوقت حضرت مؤتمر أو منتدى مسك. لقد كنت في فندق فور سيزنز الذي جرى فيه هذا المنتدى، وكان هناك شباب أعرفهم، الدعاة الإسلاميين الذين ربما لو كانوا الآن لكتبوا على التويتر، غردوا احتجاجا على زيارتك إلى الحرم النبوي. هل الأصدقاء السعوديين الذين كنت في ضيافتهم، عبد العزيز وناصر وسيدات أو الآنسات الأخريات، لديهم الاستعداد للقيام بزيارة إلى فلسطين، إلى أرض إسرائيل كما تقولون؟ حالما العربية السعودية وإسرائيل تصبح بينهما علاقة دبلوماسية، فحاليا لا يوجد سفارات. من الممكن أن تقام العلاقات الدبلوماسية قريبا؟ الشباب التقدميون الحاليون يجب أن يقيموا علاقات وأن يخبروا حكومتهم في العربية السعودية أو في إسرائيل أننا نريد أن نكون أصدقاء.